وما زال التأليم مستمر وحالة الكحك موجودة بين إيديا أهو، لازم يطلع بالشكل ده كده. شوف على إيدينا عامل إزاي أهو، أهو الكحك أهو، أهو شفت الكحكاية بدأت تلم، السمسم بدأ يظهر، ريحة السمسم تشميها في إيدك تبقى حلوة أهو. العجينة بمجرد ما إيدك تعلم مكانها كده تعرف إنك أهو تاني تاني أهو، بص إيه أهو، أه شفت الحركة دي أهي، أه ده مقادير الكحك المظبوطة. أه نخليه كده ونشتغل بقى زي ما إحنا عايزين بقى، نعمل الحشوات اللي إحنا حابينها. نعمل أول حاجة مع بعض كحكة العيلة، عايز أعملها في القالب ده. هبدأ بكحكة العيلة اللي ممكن تعمليها يا عروسة لما تروحي بيت الزوجية، ربنا يسعدك يا رب، تثبتي أقدامك كده. أنا عاملها لكم النهاردة على طريقة الشيف المغازي، شفتوا على شاشة القناة الأولى، عامل حاجة اسمها كحكة العيلة. هيقول لك بنت الحاج فلان جات لنا والله ربنا يديها الصحة، جات في وسط العيلة هنا، ما كناش نعرف حاجة اسمها كحكة العيلة. إيه كحكة العيلة دي يا مغازي؟ قالب من القوالب، ثلاثة تعريفة من المحلات بتاعة الأدوات المنزلية، في شكل قلب، في شكل هلال، في شكل نجمة، أشكال مختلفة بمعادن مختلفة بماتيريال مختلف، بتجيبيها ست الكل وتبداي انك انت تعملي كحكة العيلة بالشكل ده كده. اه حلو الكلام. طبعا القوالب دي معانا عشان تطلع معاكي العجينة زي الفل. كل القصة بتجيبي هنا مكان القالب بالشكل ده كده، بتتنيه زيت اهو كده، وتبدأ تشتغل القالب اللي انت حباه، ونخليها على جنب كده نحتاج لها. وتعالوا مع بعض نعمل كحكة العيلة واحنا واقفين مع بعض. القالب اهو زي الفل، بحط معلقة سمنة صغيرة كده، مقاديرها على الشاشة، مقادير كحكة العيلة، كحكة البركة، كحكة أمي، قهوة عربي بندخلها جوه الحشوة، عسل، عين جمل، ممكن نستفيد بالتمر بوجود الكحك العربي والحبهان اهو، وريحة الكحك دي اساسي اهو، ونص كيلو دقيق وربع كيلو من السمنة. انا كده عملت القالب كده سمنة زي الفل يا عم الشيف. والحشوات بتاعتنا، الله، الحشوة ممكن تبقى تمر، ممكن تبقى عين جمل، زي ما انت حب اهو. وافرد كده العجينة بتاعت الكحك اهو، كحكة كبيرة دي حلوة يا عروسة يا أمورة. ايه ايه، جربي كده تعملي الكحك في البيت، الموضوع مختلف. تفاصيل مخرجنا الجميل كل سنة طيب، كانوا زمان الحاجة والوالد، الكلام ده بيحصل في الريف المصري لغاية دلوقتي والصعيد المصري، الأولاد يتلموا، اللي يساعد في فرم البسكويت في المفرمة، كانت مفرمة حديد كده دلوقتي مش موجودة، بيجيبوا دلوقتي حاجات تطلع البسكويت تبص له يطلع على طول، تكنولوجيا، والمفرمة تتحط والطبلية، وتعالى يا أحمد أنت بتلعب رياضة طول النهار، تعالى العب رياضة كده وافرم. فجأة تلاقي الشارع كله جاب البسكويت عشان أحمد يفرمه على المفرمة، والجيران وأهالي الجيران، وصاجات داخلة وصاجات طالعة. بنعمل إيه؟ بنعمل بسكويت العيد، يوم للبسكويت، يوم للكحك، يوم للغريبة، وهكذا. يوم ابن عمك النهاردة هيجي هو اللي يعمل البسكويت. شفت الكحكة العيلة اهي زي الفل، بص لي عليها كده شكل قلب اهي. اهي ايه الحشوة اللي انتوا حابينها حضراتكم زي ما انتوا عايزين. حلو الكلام. هنعمل مع بعض حشوة كحكة العيلة بالقهوة العربي وحقوق الطبع لدينا وبس. تاني، هنعمل حشوة كحكة العيلة بالقهوة العربي، واخواننا حبايبنا على السوشيال ميديا، وحقوق الطبع لدينا وبس. تدوري في المصطلحات في المعاجم اللغوية العربية بكتب الطاي، مفيش حاجة اسمها كعكة العيلة بالقهوة العربي. اه حلو. طاسة على النار، بنحط في الطاسة دي يا عم الشيف معلقة سمن بلدي، وعلى معلقة سمن البلدي دي شوية دي، ونسوي ونسيح الدقيق مع السمنة. اه حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ايه مش مقيدين بوقت هنا،
ولا مقيدين بحاجه. احنا معانا الحلقه شغاله، التايم بتاعنا المعتاد كل يوم. النهارده مختلف لان طبعا بيكون معايا احد مذيعين ونجوم شاشه القناه الاولى اللي بتشوفوا دايما. شفناهم كلهم بسم الله ما شاء الله متالقين ممتازين. فخور ان كنت ان هم كانوا معايا في الاستوديو، اتشرفت بيهم. ولكن النهارده الشيف بوغاز لوحده، مع مين؟ مع ربنا ودعوات حضراتكم. السمنه تسيح كده مع الدقيق اهو بالشكل ده كده، بستنى عليها لغايه لما تطلع لي ريحه السمنه مع الدقيق، بتبقى ريحه حلوه، بتشم من هنا ريحه السمنه وتعرفي اصاله السمنه وجذورها. هل هي سمنه باري؟ هل هي سمنه جاموسي؟ اهو اهو على النار. شفت بقى الشقاوه؟ بتبداي تغذيها بالقهوه العربي تاخد طعم. دي قهوه عربي البودر. معانا يا عم الشيف اللهم صل على النبي شويه تمر، عجوه بتاعت سينا بتاعت الواحات. تحيه كبيره لرجاله سينا وابطال سينا وشعب سينا العظيم، والناس العريش الناس الطيبه اللي انا بحبهم. دي عجوه عند الراجل بتاع الخضار بثلاث تعريفه مكتوب عليها كده، عجوه سينا تمر سينا او الواحات. حلو، نقلب كل ده مع بعض. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مع معلقه الدقيق مع السمنه كل ما تتعرض على النار كل ما تسيح. نار هاديه كده واحنا شغالين. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ نحط عليها شويه عسل. ربنا يا رب يعسل ايامنا. نعم يا غالي، نعم. فيلسوف انت، ما انا حاطط في الاول معلقتين دقيق يا محترم. معلقتين الدقيق دولت هما اللي هيدوا له قوام للعجوه والعجميه. هناخد من الحشوه دي نحشي كحك. هناخد من الحشوه دي نعمل معمول. ما هو المعمول؟ ما هو المعمول؟ المعمول نفس مكونات الكحك بدل الدقيق سبيت ناعم. بس خلاص. ما بياخدش سم، ما بياخدش سمسم. ابتدينا نقلب كده. هتبقى دي ناعمه دلوقتي باذن الله. المعمول، لا المعمول بتبقى عجينته خشنه مرمله لانه بيتعمل بدقيق السميد. واخواننا السوريين واللبنانيين هم شطار في عمايله. تحيه كبيره ليهم. شفت ريحه القهوه العربي طلعت ازاي؟ حاجه جديده. مش القهوه العربي معروفه عند اخواننا في الدول العربيه مع التمر؟ ده اساسي. احنا عملناها اهيت جوه كحكه العيله. شفت بدات تفك ازاي؟ ريحه حلوه والله، شاممها بجد الامانه. الدنيا صيام وشامم الريحه حلوه قوي. اعمليها بالله عليكي كده، جربي اطلعي للجو التقليدي اللي احنا عارفينه. زي الفل ناعم، اشم الريحه الطيبه، حاجه تسلينا في الاستوديو. شفت بقى بتعمل ازاي؟ اهي بص بص، اول ما اتعلم تعرف خلاص. اهي بص زي العصيده. شفت؟ اهي سيبها لما تبرد بقى. الله عليك، تعملها بلابل صغيره بقى، كور صغيره بقى، وتحشي بيها المعمول، تحشي بيها الكحك، تحشي كحكه العيله. اهي شفت لحظه الولاده للعجميه، ولكن عجميه بطعم تاني، يعني تفاصيل صغيره طعم جديد ومعاني كبيره. شفت الريحه؟ اهي بس خلاص ناخدها مع بعض. تاني مقاديرها عشان حضراتكم تشموا الريحه الحلوه اللي انا شاممها دلوقتي. عشان تعمليها يا ست الكل، سمنه بلدي كحكه العيله، سمنه بلدي حلو قوي. حطيت عليها شويه دقيق، حمرت، ما حطيتش سمسم للامانه، مش عايز سمسم انا مع القهوه العربي. وعسل. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص. العيد لمه، العيد فرحه مع كحك العيد. الشهر الكريم بنختمه دايما وختامها مسك مع كحك العيد واللمه كلنا مع بعض. الكلام ده في الريف المصري والصعيد المصري لغايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، مكان ما انا شغاله. بص بص مقاديرها على الشاشه. بص بص شوف الحلاوه اهي. سمسم وحبان. وريحه كحك وسمنه بلدي حلوة أوي.
ده مهم جدا على فكره اللي انا بعمله دلوقتي. حلو قوي. تمام، نقلب كده. شوف الحلاوه دي. بص انا عايز بس تجيب التفاصيل بتاعت العجميه، عشان العجميه النهارده مع المغازي بشكل مختلف. دايما المغازي يجيب لنا التركيه بتاعته. اهي العجميه اهي دي، لما تبرد يا امي يا ست الكل يا عمتي يا خالتي يا عروسه يا امرايه، بتشد لوحديها. اهي العجميه اهي اهي، ما تلمسهاش دلوقتي لانها سخنه سخنه. خلي بالك الاطفال الحلوين ما يخشوش. ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده؟ عامله شوكولاته يا ماما؟ هي دي اللوتس يا ماما؟ وهكذا. اهو اهو اهو، ممكن تدخلي فيها اللوتس على لو انت عايزاه. اللوتس ده بسكويت. اهو بيتفرم وتحط لها. اهو شفت الخلطه اهي اهي. نبدا ناخد منها شويه كده في كحكه العيله. اهي اهي كحكه العيله شامله كل ده. اهو اهو في قلبيها كمان كمان. اهو عرفتوا كحكه العيله بتاخد حاجات كتيره ازاي؟ اهو ننزل بقى كده. اهو حاجه جديده، تمسك كحكه العيله تقطعها من كل حته تلاقي فيها البركه. بس خلاص نشيل دي كده على جنب ونفرق ونفرد بقيه العجينه بتاعتنا مع بعض. اهو العجينه اهي دي كده. هنا في الحاله دي بستخدم النشابه، هتكون العجينه قاسيه بس انا عايز اخد شكل القلب. اهو اللهم صل على النبي. ما عندكيش النشابه دي، جيب الكوبايه كوبايه العصير وهتعملي اللي انا بعمله ده كده. اللهم صل. السمسم تلاقيه في تفاصيل العجينه. انا معايا الاساتذه المصورين حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. هنجيب تفاصيل السمسم المتحمص اللي ريحه السمنه البلدي فيه معانا. وانا شغال خلي بالك يا ست الكل يا شرباطه. ونرسم قلب. فين القلب؟ يا رسام يا واد يا رسام. اهو حلو الكلام. بالراحه خالص. ناخد ده كده. اللهم صل على النبي. هنا ونقفلها كده. تحتاج عجينه نحطها هنا كده. هو القلب القلب مرسوم لوحده. اهو وناخد دي هنا كده. اهو زي الفل يا عم الشيف. واسويها بايديا كده بالراحه عشان دي عايزه تخش الفرن. شفتوا كحكه العيله جواها ايه؟ عجميه، عجميه بريحه وطعم القهوه العربي وفليفر القهوه العربي. اتعملت ازاي دي؟ اتحمص مع سمنه بلدي، نزلنا بالقهوه العربي وحمصناهم مع بعض كلهم على النار، نزلنا بالعسل، نزلنا بالتمر، نزلنا بالعجوه اللي انت حباها. ممكن تجيبي تمر وتضربيه في الكبه وفي الخلاط يديكي نفس الشكل ونفس القوام ونفس الغرض. درجة حرارة الفرن عندي 180 وادخلها الفرن يا عم الشيف. بس ممكن اعمل حاجة حلوة كده. حركة هتدي شكل جمالي، شكل زخرفي. في درجة حرارة الفرن 180 يا عم الشيف. بس دي ما تتحطش كده، لازم تتحط في صينية بالشكل ده كده. مع السادة المشاهدين نحطها هنا كده في أرضية الفرن. بص عليها. يلا نطلع. يلا حلو الكلام. هيصة كحك غلبة في البيت. بس في عادات مصرية وفي الريف المصري والصعيد المصري موجودة لغاية دلوقتي. تلاقوا اللي بيعمل كحك واخد أجازة من الطبخ، لا بيعمل الرز بشعرية ولا البط ولا الفراخ ولا أي، ولا بيعمل أي أكل. الجيران اللي بتعمل، وده موجود لغاية دلوقتي. صواني طالعة من الأكل وصواني داخلة. الدور اللي عليه يعمل الكحك النهاردة ما يعملش أكل، بكرة اللي كان بيعمل كحك هو اللي يعمل الفطار، وهكذا لغايه لما نوصل لاخر الحاره واخر الشارع. نشوف كحكه العيله اخبارها ايه. يا حلاوه، نبص عليها واحنا مع بعض. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ بص عليها كده. دي بص اللهم صل على النبي. نسيبها شويه كمان واحنا معانا الوقت العادي. طيب نيجي لعجينه البيتيفور. بيتيفور بتشوفه في المحلات نص شوكولاه ونص عجينه عاديه. ايه اللي بيحصل يا مغازي؟ ده مهم جدا على فكره. اللهم صل على النبي. العجميه دي خليها على جنب، وادي كحكه العيله الحلوه عشان وقتنا خلص. ما اعرفش الوقت عدى ازاي بسرعه.
لان طبعا معلومات كتيره، معلومات غزيره. بس يا شيف مغازي لخص لنا كحك العيد كده في عجاله. كحك العيد يعني سمنه، كحك العيد يعني حشوه. اللهم صل على النبي. دي كحكه العيله، بنفك القالب ده كده. الله، صلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف القلب ده كده، الله، تمام. والله دايما معروف عن كحك العيد بياخد سكر بودر، بس لو الكحكه فيها حشوه زي اللي الشيف المغازي عاملها ممكن ايه نستغنى. بس هو دايما متعارف على الكحك بياخد سكر بودر. اللهم صل على النبي. هي فعلا الكحكه تلم العيله كلها. حلو. جواها بقى، جواها خبره طهويه، جواها القهوه العربي. المغازي جمع ما بين القهوه العربي والتمر بتاعنا بتاع سينا والواحات جوه العجينه اللطيفه الحلوه دي كده. وهي كحكه تلم العيله، فرصه عظيمه لعروسه حلوه رايحه بيت عدلها، رايحه بيت الزوجيه، رايحه ضيفه، تعمل افتكاسه، تعمل ابتكار حلو. انا جايه لكم بكحكه العيله، بما اننا جيت العيله الكريمه اللي هي البركه واللي هي اللمه.